مثل ما عودناكم مشاهدينا برحلة أسبوعية للمطابخ العربية، اليوم حنزور مطبخ عربي بالقارة الأفريقية. خلينا نشوف الشيف جوزيف شو محضرنا اليوم من المطبخ الليبي. هاي شيف، هاي ملك، كيفك اليوم؟ مشكور الله. شو يا شيف، شو محضرنا اليوم؟ مرة جديدة عم نقطع على المطبخ الليبي. اوكي، لنشوف الطابع الثاني اللي هو اكيد اول مرة عملنا، اللي هو الاكل الشمال الافريقي اللي بيشبه كثير الاكل المغربي، المغرب العربي بالشمال. اوكي، هلا حنشوف بقلبه الاكل اللي هو بيشبه الاكل الايطالي، لانه مثل ما بنعرف ليبيا كثير مأثر بالاكل الكافي، عندهم فترة العادة الايطالية كثير عندهم، فصارت الباستا شقفة من اكلهم، يعتبر كانه اكل وطني صار، بطل انه نحن جبناه من ايطاليا وكذا. فاكثر بياكلوا باستا كثير كثير. حنعمل اول طبق هو بالباستا. اوكي، حنبلش اول شيء بالبصل، او شيء بنحط ماء نسلق الباستا. جل. هلا في طريقتين، يا بتسلق الباستا يا بتحط الباستا بقلب الطبخه تنسلق. بس انا اللي حاعمله حاسلقها نص سلقه للباستا، مستعمل شحن ماء الباستا بقلب الطبخه كمان، بضل نكهه الباستا والفيتامينز اللي فيها بقلب المي، ونفس وهيك بنفس الوقت ما يعني لانه فيها بندوره صوص بخاف انه ما تقسل الباستا، اكيد بتاخذ وقت اكثر اذا بنعملها بلا سلق قبل. بس نحن حتى نعمل كمان طريقه تكون اسرع شوي. اوكي، حنحط مي. فعطول يعني بتنصح المشاهدين لما يكونوا عم يعملوا طبخه في بقلبها باستا اجمالا يسلقوا الباستا قبل نص سلقه؟ 100%. لا أوكي. مش اذا هلا هي بالاجمال نحن على طول بنسلق الباستا زي ما بيقولوا. بالطبخ اللي بيحطوا الباستا بقلب الطبخه اللي هي عم تنعمل، لانه هي عباره عن خضار وباستا. أوكي. اكيد ومي. بس نحن هلا احنا بس على طول بنصحهم انه يستعملوا مي الباستا اللي بيسلقوا فيها. مي كبوها. مش حيستعملوها كلها. بس قد ما فيهم قدره. الصحن اللي عم بستعمل منه حط بقلبه شوي من مي الباستا بتطلع طيبه اكثر. اوكي. حناخذ بصله. والله طيب هيدا الطبق يا شيف، يعني اذا ناس مثلا ما بدها تعمل لحمه، ما بدها 100% كلها خضره فيها لحمه، فشوف يعني فيها مثلا هدول كلهم بدك تستعملهم شيف اليوم بالطبق. هذه خضره، انه باذنجان، زوكيني، نوع من الكوسه، فليفله، جزر، بصل، فطر، بندوره، وثوم. هيدي هي الطبخه كلها خضار، لانه مثل ما بنعرف كمان المغرب ليبيا هي من المغرب العربي. كمان اطباق غنيه بالخضار، لانه هن كمان بيزرعوا بحر ابيض خضار وبحر ابيض، خضار شمسيه على طول موجوده كل السنه، فلذلك بنلاقي انه الطبخ مرتكز على الخضار كثير. اكيد اللحوم موجوده كثير بالاكل تبعهم، اكثر شيء الغنم طبعا، عندهم مرعى كثير كبير.